السلام عليكم، أنا محمد غنايم. بكل اختصار وبدون مقدمات، ألعاب الفيديو تجعلك أكثر ذكاء، فالعبها بكل صراحة، وهذا رأيي كطبيب بالمناسبة، وبغض النظر إن كنت تلعب على الحاسوب أو الهاتف أو البلاي ستيشن. يعني لطالما كانت النظرة عند التحدث عن الألعاب سلبية. هل عمرك مثلا سمعت والدك يقول لك يعني لماذا لا تلعب على الحاسوب أو الهاتف أو البلاي ستيشن يا بني، يعني لعب لك شوية ببجي أو فيفا مثلا؟ ولا أعتقد أنك ستسمع هذه الكلمات قريبا أيضا. والسبب بكل اختصار ليس أنهم يعتقدون أن الألعاب مضرة لك، بل أنك ربما لا تفعل شيء في يومك سوى اللعب، وهذا خطأ يستحق تغيير. قبل أن أقنعك تماما بأهمية الألعاب في حياتك وكيف أن لها دور في تطوير ذكائك، تذكر أن كل شيء في الحياة إذا زاد عن حده أصبح مضر. حتى الماء وهي أساس الحياة، إذا شربتها بكميات كبيرة تموت. يعني لو شربت في اليوم 10 لتر من الماء، هذا الأمر سيقلل الأملاح وتركيز الدم وسيسبب لك تسمم الماء، وهذه حالة طبية. أول نقطة، الألعاب مفيدة للعين والتركيز. كيف؟ يعني بكل اختصار، من يلعب ألعاب رقمية يملك تركيز بصري عالي. هذا التركيز البصري يساعده في التمييز بين المجسمات بشكل أعلى من الشخص الذي لا يلعب. ولنقم الآن باختبار بسيط عليك. سأعرض عليك مجموعة من الكرات، وأريد منك أن تستمر في التحديق بالكرة الزرقاء بعد أن نغير لونها، وأريد أن تحدد مكانها. تمام؟ لنبدأ. هل هذه هي الكرة الزرقاء؟ لا. أحسنت، أعتقد أنك ميزتها، ولكن لنضاعف الكرات. هل هذه من الكرات الزرقاء؟ لا أيضا. أيضا ربما ميزها بعضكم، ولكن لنضاعف أكثر. هل هذه من الكرات الزرقاء؟ نعم. علميا الإنسان الطبيعي يستطيع أن يميز بين 3 إلى 4 مجسمات في نفس اللحظة، ولكن اللاعب المحترف يمكن له أن يميز بين 6 إلى 7 مجسمات في نفس ذات اللحظة. تخيل. لذلك تجد محترفي ألعاب الفيديو سريعي الاستجابة للمتغيرات داخل اللعبة، يمكنهم التعامل مع أكثر من هدف بطريقة منظمة غير عشوائية. تجدهم يعني يهزمون فريق كامل دون توتر وبدون أي جهد كبير. هذا الأمر يعود إلى قوة التركيز البصري العالية لديهم. ودليل ذلك أننا لو نظرنا مثلا على شخص من أفضل لاعبي الألعاب في العالم، شراود مثلا، بعضكم يعرفه، تلاحظ في طريقة لعبه أنه سريع الاستجابة والتركيز على المتغيرات داخل اللعبة بغض النظر عن اللعبة التي يلعبها. هذه السرعة التي لديه في حركة العين والإشارات العصبية في الدماغ هي بفضل ألعاب الفيديو كما يقول المختصون. إذن فملخص هذه النقطة أن ألعاب الفيديو تزيد من قوة التركيز البصري عند الشخص، وهذا نوع من الذكاء البصري. بل أن ألعاب الفيديو مفيدة جدا للأطباء كما جاء في دراسات حديثة. تخيل، في دراسة أجريت في كلية الطب في جامعة بيتسبيرغ الأمريكية، جاء فيها أن ألعاب الفيديو تعمل على تحسين قدرات الأطباء خصوصا في أقسام الطوارئ. وفق الدراسة، الأطباء الذين يلعبون ألعاب الفيديو تجدهم أسرع في المداخلة الطبية واتخاذ القرار وفق الدراسة. وأكملت الدراسة أن الأطباء الذين يمارسون ألعاب الفيديو تكون لديهم قدرة أعلى في التحكم في الروبوتات التي يتم استخدامها أثناء إجراء العمليات الجراحية. كما تعلم الآن بعض العمليات يتم إجراؤها لحساسيتها العالية باستخدام روبوت يتم التحكم به من قبل الأطباء، مثل جراحات العيون. الفائدة الثانية من الألعاب أنها تخفف عنك التوتر والألم، الألم النفسي والألم الجسدي. يعني أنا بكل صراحة ألاحظ أشخاص كثر حياتهم مليئة بالأحزان، يعني ظروف معيشية حياتية إلى آخره. ألاحظ أن هؤلاء هواتفهم دائما مليئة بالألعاب، وإذا تركتها لوحده ثانية تجده يعني يتكلم معك وهو يقوم باللعب عبر هاتف، فهو يشعر أنها تخفف عنه الألم النفسي والتوتر والإجهاد. النقطة التالية، تحسين الذاكرة. وفقا لدراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، جاء فيها أن ألعاب الفيديو تساعد على تحسين الذاكرة لدى الإنسان. هنا ليس كل الألعاب تحسن الذاكرة، فمثلا على مستوى لعبة ببجي ليس لها علاقة في تحسين الذاكرة، ولكن لعبة أخرى مثل هذه تساعدك على تحسين ذاكرتك، لأن لعبها يعتمد على الذاكرة بكل بساطة. وهنا نظرة من زاوية مختلفة، يعني نظرة فلسفية. البعض في الحلقة السابقة سأل عن هذا القلم أين اختفى، صراحة يعني كان في إجازة تحت الكنبة. يعني جيل الألفية فما فوق تشعر أنهم نضجوا بشكل أسرع من الجيل الذي سبقهم، أقصد يعني نضجوا من ناحية الذكاء، تجد أنهم
يعني فاهمين الحياة بشكل أسرع مما فهمناها نحن عندما كنا في أعمارهم، وهذا ربما بسبب عصر الإنترنت والألعاب التي رفعت الذكاء عندهم. ملخص هذه النقطة أن ألعاب الفيديو تشعر أنها حسنت الذاكرة والذكاء عند لاعبيها. النقطة الثانية أن ألعاب الفيديو مهمة جدا للأطفال، خصوصا الألعاب التعليمية. يعني هذه الألعاب كانت سببا في حل مشكلة عسر القراءة عند الأطفال، لذلك ينصح خبراء كثر بإعطاء وقت معين للأطفال ليقوموا باللعب عبر هواتفهم أو الحاسوب أو البلايستيشن إلى آخره، وخصوصا الألعاب التي تناسب مرحلتهم العمرية. ولكن الذي يحدث والذي أريد منك أن تمنعه عن أخيك الصغير أو ابنك، ألا تسمح له بلعب أي لعبة عامة، ولا تسمح له بأن يضيع يومه كامل عليها، لأن هذا الأمر يضره. وكما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت من المؤكد جزء من تربية أحدهم. في النهاية أحبتي في الله، أكرر لكم أن أي أمر زاد عن حده يصبح مضر. هذه البسيطة. متى نلعب إذن، وكم ساعة نلعب يوميا؟ يعني لو طرحنا مثل هذا السؤال، لا يوجد وقت محدد للعب يوميا، لأنك لو وضعت وقت لن تلتزم به، ولو كنت تستطيع أن تلتزم به لما أضعت وقتك باللعب من الدرجة الأولى ولا وصلت لمرحلة إدراك معينة. ولكن ينصح الخبراء بأن تجعل ألعاب الفيديو كمكافأة لك بعد يوم طويل. كيف؟ يعني تستغل يومك من بدايته في العمل والدراسة والاجتهاد والتفوق والإنجاز، وتكافئ نفسك في الليل باللعب بعد أن تكون قد أنجزت كل المهام المترتبة عليك. بكل أمانة، شخصيا لي أكثر من سنة لم ألعب أي لعبة على أي منصة، ولكن قبلها كنت ألعب بنظام المكافأة كما أخبرتكم، وكانت تفيدني صراحة. فأتمنى منك أيضا أن تقوم بتطبيق هذا النظام في التعامل مع الألعاب بشكل عام. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.